في ناس كتيرة بتفقد أعمالها، بتفقد حاجات كتيرة مهمة في حياتها. السبب في ده حاجة بسيطة خالص، إن هم كانوا محتاجين يسمعوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي له أحد الصحابة قال له قل لي نصيحة وأقلق لي في الكلام لعلي أعمل بها. بيقول له قل لي كلام بسيط خالص وكلمة واحدة عشان أقدر أحفظها وأعمل بيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا تغضب. ثم كرر فقال لا تغضب لا تغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك. ليه طيب؟ لأن في الحقيقة الغضب ده ومحاولة إظهار الغضب اللي هو بنسميه إحنا العصبية، ما هو إلا محاولة لوضع ماسك على النفس وعمل درع بين الناس. الماسك والدرع ده في الحقيقة ما بيكونش بيغطيك ولا بيحميك، لكن بيعمل حجاب بينك وبين الناس، وبيعمل فجوة بينك وبين الناس. العصبية في الحقيقة ما بتجلبش عليك غير الخوف، ما بتجلبش عليك الأمان. العصبية بتفتح عليك باب كل التهديدات. العصبية بتخليك إنسان ضعيف، وعشان كده علينا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على ثلاث حاجات لو عملتهم هيخلصوك من العصبية. قول يا الله بطريقة فيها مد كده 10 مرات، يا الله يا الله يا الله. الأمر الثاني، غير وضعيتك لوضعية مريحة. يعني لو كنت قاعد قوم وامشي، لو كنت ماشي وقف واستريح. واخر حاجه تعملها، لازم تراقب نفسك، مفيش حد يقدر يصغرك، لان انت عند الله غالي. عشان كده ما تعصبش لو اي حد اذاك او اي حد ضايقك، لانك انت في حمى مولاك.